أيها الأحرار في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخطر شيء بيهدد الأمة، أي أم، أي شعب، هو اليأس. لما تلاقي كل ظهرك للحيط، مفيش غير الحيط، لما تحس بالعجز عن أبسط الحاجات اللي ممكن تكمل بيها حياتك، اللقمة، الهدمة، البيت، الستر. لما واحدة، لما فجأة تلاقي شعب بحاله بكل شرايحه، كلها ناس فقيرة وناس غنية، إعلاميين، فنانين، سياسيين، مثقفين وناس بسيطة، لما تلاقي كل ده عنده حالة يأس من الوضع المظلم في البلد دي. بس لحظة، مين اللي بيقول الكلام ده؟ زي ما حكيت لك هنا من شوية، أبويا كان يلجأ للبي بي سي أو مونت كارلو عشان يعرف أخبار البلد، لأن السادات ما كانش عايز حد يكتب عن المواطن اللي أخذ 4 صابونات ومات. نفس القصة بتحصل مع جيلي أنا، اللي دلوقتي لازم يستنى جريدة برة أو محطة برة يسمع منها أخبار المواطن. مين اللي قال إن البلد يأسى وغرقانة في الديون وأهلها بيعانوا؟ مين اللي بيروج الشائعات دي؟ محطة مكملين؟ الإخوانية الإرهابية؟ لا، تخيل مين اللي بيقول كده؟ إن البلد كلها بؤس. اللي بيقول كده يا حضرات جريدة الجارديان، كاتبة بالنص كده، أدي الجارديان: مصر اليائسة تبيع الفنادق التاريخية مع غرقها في الديون. مصر اليائسة تبيع الفنادق التاريخية مع غرقها في الديون. وأدي البوستر: مصر صحراء غرقانة اهي، وهرم، وأدي الجارديان. زي بالظبط البي بي سي زمان. بس مش يمكن الجارديان دي إخوانية، أو يمكن تكون عميلة لجهاز مخابرات، أو يمكن تكون عندها مشكلة وعايزة تسيء لسمعة مصر وقيادة مصر الرشيدة، أو يمكن تكون غيرانة من التقدم والإنجازات المترتشة بتاعت السيسي. يمكن. بقولك إيه، ما تيجي كده ناخد جولة في شوارع مصر ونمشي بالناسها ونسمع لهم ونفهم، هل فعلا مصر غارقة في اليأس زي ما قالت الجارديان البريطانية؟ الحقيقة لما تبقى بلدك بالنسبة لك مجرد سجن وخروجك منها معناه فرحة، لما تشوف شباب في عمر الظهور في بداية حياتهم بيغامروا ويركبوا البحر ويغامروا بأرواحهم ويبقى سهل قوي يموتوا، بيعملوا كده عشان يهربوا من سجن كبير اسمه مصر، وأول ما ربنا يكتب لهم النجاة ويعدوا البحر المتوسط ويوصلوا أوروبا يتعاملوا معاملة كريمة. تخيل يعملوا إيه؟ يغنوا تسلم الأيادي، الأغنية المشؤومة اللي كانت في فترة من فترات بتشتغل زي كده المضاد الحيوي، تسلم الأيادي، يغنوها ويتريقوا على النظام اللي قهرهم وفقرهم. يبقى لو ده بيحصل لازم نرجع لكلام الجارديان، نراجعه كويس وتحسس كويس المستقبل اللي جاي شكله ايه. شباب مستعد يموت عشان يخرج من سجن السيسي. حضرات السادة اللي قاعدين قدام الشاشة دي، اسمحوا لي اسمعكم التوزيع الجديد للغنوة المشؤومة تسلم الأيادي. شباب مصريين عبروا البحر في هجرة غير نظامية، وأول ما وصلوا وتعاملوا معاملة كريمة غنوا بشرة خير. فضل. شباب مصر يا سيسي اللي خليتهم مشيوا من مصر ورموا نفسهم في البحر عشان يرتاحوا من اللي انت عملته يا سيسي، كل اللي ميبوت في البحر والله في رقبتك يا سيسي، انت واللي معاك، حسبنا الله ونعم الوكيل. شفت لما طلعوا؟ شفت البلاد التانية بتستقبلهم ازاي يا سيسي؟ شباب مصر، شباب مصر يا سيسي هم اللي مجوعهم، شوف بيعملهم ازاي؟ شوف مش بلادهم اللي بتكرمهم وهم فيها، حسبي الله ونعم الوكيل. شباب بيغنوا بشرة خير عشان السيسي طفشهم من بلد ومشاهم من مصر، وفرحانين ان هم مشوا من مصر والطلب الاحمر واخدهم والامور تمام، واحنا سيبنا لك مصر وبشرة خير لقيناها بره مصر يا سيسي. والشباب بقى مشغلين لهم بشرة خير بعد عن مصر يا سيسي، طفشتهم وغلتهم بشرة خير.
وعشان نحاول نفهم سر الفرحة دي أو نفهمها للي لسه أعمى، يبقى لازم نبص على جوه السجن، مش سجن بدر ولا ترى، سجن مصر.